نشكركم على حسن تعاونكم، وإلى جولات أخرى قريبا خالتي بتسلم عليكم. كانت هذه التغريدة التي نشرها الناشط القبطي المصري رامي جان، وأعلنت تحوله من صفوف المعارضة خارج مصر، ليظهر بعدها بلقاء تلفزيوني يعتذر فيه للجيش والنظام ويؤكد على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن جان قبل عودته إلى مصر كان واحدا من معارض النظام ومؤسسا لحركة مسيحيون ضد الانقلاب. السؤال، ما الذي تغير؟ ولماذا تحول رامي؟ هذا هو مربط الجدل الذي أثارته عودته المفاجئة لمصر. وهذا بالتأكيد ما سنحاول أن نتعرف على إجابته من رامي جان عبر هذا اللقاء المباشر عبر سكايب بالتحديد من القاهرة. أستاذ رامي جان، أرحب بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. أهلا بك. طيب أستاذ رامي، في تدوين لك في أعتقد كانت في الشهر الماضي أو أوائل هذا الشهر، ذكرت نشكركم على حسن تعاونكم، خالتي بتسلم عليكم، وهي التدوينة على شاشتنا الآن، نشكركم على حسن تعاونكم وإلى جولات أخرى قريبا خالتي بتسلم عليكم. ماذا كنت تقصد بهذه التدوينة يا رامي؟ التدوينه دي انا لمده عامين تعامل معي مجموعه من المعارضين في اسطنبول على انك مزروع من المخابرات العامه في تركيا، وتعاملوا معك على هذا الاساس وكانه امر مسلم به وكانه شيء مفروغ منه. كان التعامل معك على هذا الاساس، وكان التعامل معك بهذه الطريقه، فكان التدوينه دي كانت نوع من انواع الانتقام النفسي. انت طول الوقت كنت بتعاملني بهذا الشكل، بتعاملني على اني انا مزروع وسطكم من المخابرات العامه. طيب خلاص، انا من المخابرات العامه، خالتي بتسلم عليكم، لكن الموضوع يعني كان نوع معايا على هذا الاعتبار، فخلاص اعتبروني بالفعل ضابط مخابرات. افهم من كلامك يا رامي انك لم تتعاون مع المخابرات العامة أو مع أي أجهزة أمنية في مصر، أو كنت مزروع من قبل جهاز أمني في مصر وسط المعارضة المصرية في تركيا؟ نعم، أنا عمري ما تعاملت مع أي جهاز أمني ولا الواحد لي أي علاقات بأي أجهزة. الحقيقة أنه التعامل السيء والتعامل المسيء ليا خلال سنتين من بعض، عارف المشكلة في إيه؟ أنه بعض الخيالات في عقول البعض، الناس خدتها امر مسلم به كما قيل من قبل على ايات عراب ان هي مخابرات مصريه، كما قيل على، اقول لك حاجه، بعض الزملاء في الجزيره اتقال عليهم، بلاش نقول اسماء عشان ما حدش يزعل من حد، اتقال عليهم ان هم مخابرات مصريه مزروعين في وسط الجزيره. بعض الخيالات في عقول البعض، البعض بيصدقها والبعض بيتعامل على انه لكن اسمح لي يا رامي يعني لو لم يكن انت بتعرف الحاجات دي من يقول لك. عفوا يا رامي لو سمحت، ايات عرابي زي ما انت قلت الناشطه الاعلاميه ايات عرابي بتتعرض للنقد ليل نهار وبيقولوا عليها كلام كتير زي ما حضرتك ذكرت، لكن مثلا لم نرى ايات عرابي غيرت من توجهاتها ومما كانت تؤمن به ورجعت لمصر وحيت عبد الفتاح السيسي. معايا ايات لم تتعرض ايات عرابي لما حدث مع رامي جان. انا شفت الظلم، يعني انتم تتحدثون ان انتم قوم مظلومين وقوم مقهورين، هل من الطبيعي ان انت قوم مقهور تروح تقهر واحد ثاني لمجرد ان انت مقهور؟ انت بتقول ان انت مظلوم، ما ينفع، من المستحيل ان انا بعد كده اقتنع ان انت شخص مظلوم وقضيتك عادله بعد الظلم اللي تعرضت له، من المستحيل انا اصدقك. طيب كويس، انت دلوقتي كانت عندك بعض القناعات يا رامي، تقول على نفسك ان انت مظلوم ومقهور وقضيه عادله، وفي نفس الوقت تروح تقتل شخص ثاني. كويس، انا هاجيلك لظلم الاخوان، تحبسه في اخر الامر. يا رامي هاجيلك لظلم الإخوان اللي أنت تحدثت عنه حتى في لقائك الإعلامي في مصر مع الإبراشي، لكن اسمح لي، يعني أنت تعرضت للظلم من قبل أناس داخل المعارضة المصرية، ده يخليك تغير قناعاتك؟ يعني أنت قلت أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، أن عبد الفتاح السيسي، قلت ذلك معنا في الجزيرة ومع قنوات في تركيا معارضة للنظام، وأن عبد الفتاح السيسي مسؤول عن دماء المصريين.
ودعنا نبدأ من أول ما سنبدأ به كلامك القديم لفكرة الذي تغير، ما الذي تغير عند رامي جان؟ فدعنا نشاهد هذا الفيديو عن الذي يكشف لأول مرة عن حالات قتل للأقباط داخل الجيش، والذي تحدث عنه رامي جان خلال الفترة الماضية، ثم نعود لرامي مرة أخرى. طيب، هذا للأسف لا يوجد صوت. هذا لقاء مع على قناة الشرق المعارضة للنظام وهي تبث من تركيا، وكان رامي يعمل فيها. قلت في اللقاء ده يا رامي إن الجيش مسؤول عن قتل 7 من الأقباط، هل ما زلت عند رأيك فيما يخص الجيش وفيما يخص عبد الفتاح السيسي أم لا؟ ولكن في النهاية السياسة ما لهاش ثوابت، السياسة لا توجد فيها ثوابت. حازم عبد العظيم اللي نزل كان بيعتدي على الإخوان المسلمين قدام مقراتهم، النهاردة هو بيتعاون مع الإخوان المسلمين، والنهاردة انتقل إلى الصف الآخر. يعني السياسة عبر التاريخ ما لهاش ثوابت. لا يا رامي، احنا ما بنتكلمش في السياسة، ما بنتكلمش في توجهات سياسية. المحرك الرئيسي يبقى جزء دافع شخصي وجزء مشهد سياسي. أنا حصل معايا الاثنين، كان هناك جزء دافع شخصي بيس. وكان هناك جزء في المشهد السياسي، الاثنين تكون عندي الرؤية بأنه الإخوان ليسوا الأنسب لمصر، وأن بيس. النظام الحالي هو الأنسب لمصر، وأن الرئيس السيسي أفضل من الإخوان المسلمين، وأن الإخوان المسلمين ليس لديهم هذه القيادة. جميل، لكن أنت في يوم من الأيام يعني أنت تخليت عند دماء إخوانك من الأقباط. احنا هنعود للفيديو مرة أخرى الآن ثم أعود لاستكمال النقاش. في أكثر من بحث في علم النفس إزاي تقدر تخلي العساكر دول يقتلوا في الشعب وبروح صافية ويعني تمام. لازم تقهرهم، لازم تعذبهم، ولازم تضربهم عشان هو يعمل كده في الضحية اللي هتقع تحت إيده. فده أسلوب ممارسات قهر، يعني أسلوب ممارسات قهر. هل هو تعمد ذلك كطائفة، ولا هو عموم القهر فجاء 7 الاقباط او 7 دولت يعني دخلوا جوه المنظومه دي؟ لما يكون اللي قدامك قبطي تبدا تلعب في الحته دي، يعني هو لما يكون قدامه قبطي عسكري مسيحي بتاع يبدا يلعب له في الحته دي، 4 ريشه و4 يبدا يستفزه لغايه لما يبقى صدام. الولد في اخر تصريحات ليه قبل ما يموت بيقول ان هو في ضابط بيضايقني جدا وبيقعد يتكلم على مسيحي ولا مش عارف، يعني يقعد يتكلم في الحاجات الخاصه في الديانه، يقعد يضايقه لغايه لما الولد يظهر انفجر في يوم راح قتله. وواحد ثالث قال لك ان هو كان بيسرق مني فلوس فخد يعني المسدس ضرب بنفسه. يعني انت شايف يا استاذ رامي ان التحالف الموجود دلوقتي بين العسكر وبين المسيحيين تحالف هش؟ تحالف ما بين العسكر، ما بين المجلس الاعلى العسكري والمجلس الاعلى الكنسي. هو ده التحالف، مش ما بين العسكر والمسيحيين، لانه في الاخر المسيحيين لو ادركوا اللي بيحصل هيجي في لحظه وهيطلع ضد البابا، وانا متاكد ان ده هيحصل في يوم من الايام، لانهم هيعرفوا ان هذا الرجل مصلحته مش مصلحه الاقباط، هو مصلحته في كرسي وفي الناس اللي حواليه، يفضلوا كده. نكتفي بهذا القدر من حوار رامي جان مع قناه الشرق. رامي، اتهمت في يوم من الايام الجيش بانه مسؤول عن قتل اقباط داخل الجيش، هل كان اتهام خطا انذاك ام ما زلت مصمم على هذا الكلام؟ لا نعم كان هناك حوادث، بالفعل كان هناك حوادث في بعض الاوقات، وكانت التحقيقات في ذلك التوقيت لم تظهر الجاني. بص انا عايز اقول لك حاجه عشان ما نقعدش يعني نتوارى وراء الكلمات ووراء القصه. انا موقفي كان واضح الفتره اللي فاتت، ولكن انا لما نزلت مصر عملت نقطه ومن اول السطر، وقلت انه انا اعتذر عن كل المرحله اللي فاتت دي، كل المرحله اللي انا كنت شايف بدافع فيها عن الاخوان واقف فيها بجوار الاخوان، انا بعتذر عن كل المرحله دي وهبدأ مرحلة جديدة. وكما دافعت عن الإخوان وهم جوه السلطة وهم خارج السلطة، أنا كمان هدافع عن هذا النظام الحالي كويس. وهو جوه بس هل يعني كرهك للإخوان أو اللي أنت شايف إن الإخوان وحشين يخليك تدافع عن نظام قتل عدد من الأقباط زي ما قلت؟
انسب لمصر من الاخوان. خلاص يا رامي احنا عارفين ده انت كررته، لكن انا هل ما فعل معك من قبل الاخوان حسب روايتك يجعلك ان تتخلى عن دماء اخوانك من الاقباط التي اريقت على يد افراد من الجيش المصري كما ذكرت انت؟ واي اي حادثه او اي شيء هيحصل هحط عليه الضوء وهقول يا جماعه هنا في حصل حاجه وهنفضل متابعين التحقيقات. بس يعني بلاش الكلمات اللي هو تتخلى عن دماء، انا لم اتخلى عن دماء. امال ايه اللي حصل؟ وهنظل فاتحين لو هناك تحقيقات قضايا لم تغلق بعد سنظل وراء القضايا حتى من المسؤول يا رامي؟ يا رامي يا رامي اسمعني لو سمحت. الاخوان انا لا ادعي من الاخوان اذوني، لا من الاخوان فعلا اذوني. كويس ماشي، هذا مفهوم انا ساعود اليه بالتفصيل يا رامي. لانه انت مش اخ يا رامي، اذا كنت اخ ربما كانوا يتعاملوا معاك بشكل مختلف. اسمح يعني اسمعني يا رامي، مش بس الاخوان كمان الدكتور ايمن نور انا بحمله مسؤوليه كبيره، لانه في النهايه انا كويس انا فاهم، هي دي كلها مواقف شخصيه انت تعرضت معاك لها واذيت كانوا في الخلف. اسمعني، من المسؤول عن قتل الاقباط امام مسبيرو منذ ما يقرب من 5 سنوات؟ من يتحمل مسؤوليه دماء هؤلاء؟ تحمل المسؤولية في ذلك التوقيت بعض المجندين وتم التحقيق معهم، وأنا أعرف إن هو اتحاكم بعض الأشخاص. لم يحاكم أحد. إن إحنا كنا الفترة اللي فاتت ما كناش بنتكلم عن الصورة كاملة، ومن عندما نتحدث فقط عن الزاوية التي نريد التحدث عنها، كنا بس نقول إنه الأقباط اتقتلوا دون أن نقول مثلا إن هناك من حكم في هذه القضية. لم يحاكم أحد في قضية قتل الأقباط أمام مسبيرو. يا رامي لم يحاكم أحد، حضرتك راجع معلوماتك. يعني معلوم للجميع إنها طريقة من طرق الصحافة، لكن بس عشان ما نخشش في تفاصيل أحداث خلينا نتكلم عن الحقيقة ونتكلم عن الصورة. يا رامي أنت لم ترد يعني على سؤالي، أنت بتقول إن مجموعة من المجندين هم من قاموا بقتل الأقباط أمام مسبيرو. صدقني أنا مش هنزود ولا تنقص، لأنه خلاص أنت اعتذرت عن كل تصريحاتك اللي فاتت والموضوع انتهى خلاص. طيب خلينا نتكلم عن اللي حصل. لا أنا فاهم، هنتكلم طبعا عن اللي حصل، لكن أنا النهاردة بناقش قناعات رامي جان التي تغيرت، لكن أنت بتقول أن من قتل الأقباط في أمام مسبيرو مجموعة من المجندين، بالمناسبة لم يحاكم أحد، من كان المسؤول عن هؤلاء المجندين؟ من كان مسؤول عن هؤلاء المجندين يا رامي؟ جانب ظالم وظلمك بدون وضع حق، لمجرد أن أنت كنت لوحدك، أنت لوحدك في اسطنبول فظلموك. ما يا رامي يعني يا رامي أنت المبالغ ما بتتجزأش، إزاي تقول أن أنت مظلوم ويا جانب مقهور وأنت بتكره شخص آخر؟ يا رامي أنا فاهم، الإخوان قهروك يا رامي، يعني هذه مفهومة. مع المخابرات ولا مع الإخوان قهروك. تمام، يعني هذه وضحت منذ بداية هذا اللقاء، لكن أنا بسأل كيف أن تغير قناعاتك بسبب مشكلة يعني شخصية؟ فليذهب الإخوان يعني عفوا إلى أي مكان وتبقى القناعات الشخصية كما هي. لو حدث أي انتهاكات أو حدثت أي مشاكل أو حدثت أي شيء، وحتى أنا كتبت له على تويتر من أيام، قلت هدعم النظام الحالي لانه الانسب الى مصر رقم واحد، رقم اثنين هدعمه مره بالموافقه ومره بالمعارضه، لانه مش من الصح انك توافق على طول الطريق، ولكن هتعارض اذا رايت ان هناك تقصير في اي شيء هتعارض النظام. وهو في النهايه كان الكلام انه تعالوا جوه مصر وعارض زي ما انتم عايزين، محدش هيعمل لكم حاجه، وجرب عارض وشوف لو في مشكله قابلتك تبقى تتكلم ساعتها. طب اسمح لي يا رامي، لكن طالما انت هتعارض من جوه ومش هيحصل لك حاجه خليك قاعد في مصر، ليه تطلع بره؟ يا رجل عبد المنعم ابو الفتوح مجرد ما رجع لمصر اتمسك وفي السجن الان، لكن اسمعني يا رامي، لم الاساءه في النهايه حصلت في تركيا ما حصلتليش في مصر، الحبس في النهايه اتحبست في اسطنبول ما اتحبستش في مصر. في 60,000 معتقل في السجون المصرية. ربما السياسة الحالية في مصر سياسة الاحتلال وليست سياسة عدوانية أو سياسة. رامي حد وعدك يا رامي حد وعدك بأي وظيفة الآن؟ يعني أنت عملك القادم هيكون إيه؟ أنت بتقول إن في برنامج قريب هتعمله على أي قناة؟ والله قصة الوظيفة دي ولا في الدماغ، أنت في النهاية هتكتب. مبدئيا انا مشروعي الحالي هو كتاب، الكتاب ده
هيكون تجربتي مع الإخوان المسلمين من 2011 أو 12 لغاية النهاردة. ده الأهم بالنسبة لي لأنه هيأرخ لمرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ. كويس كويس. بعيون مختلفة، يعني الناس تعلم ما حدث في مصر بعيون الإعلام هنا، لكن أنا هأرخ لهذه. طيب برامي اسمح لي، احنا انا عارف ان انت لديك الكثير من سعة الصدر، اسمعني يا رامي. الذي كتبه مكرم عبيد باشا كويس كويس في الوزن بعدما انشق عن الوزن، كتب الكتاب الأسود وتحدث ساعته عن ما رآه من فساد أو مشاكل في ذلك التوقيت، كذلك هيكون الكتاب بتاعي مثله مثل الكتاب الأسود الذي كتبه مكرم عبيد باشا عن حزب الوفد. طيب رامي، أنت في يوم 14/9/2013 على شاشة الجزيرة وخرجت معها عبر سكايب من القاهرة، 14/9/2013 يعني بعد شهر واحد من مذبحة رابعة العدوية، أعتقد يمكن أنت ما كانش لسه بقى ولا سافرت برا مصر ولا تعاملت مع الإخوان، قلت التالي على شاشة الجزيرة الإخبارية، قلت أو تعال نسمع بدل ما أنا أقول لك اللي أنت قلته، تعال نسمع اللي أنت قلته وسأعود إليك، فلنسمع هذا المشهد. كامل الأركان حيث تم غلق القنوات الفضائية فورا فور تسلمه الحكم واعتقل الصحفيين واعتقل المذيعين، فليس هناك أي وصف آخر. ولكنك تقول أنك تريد أن توحد المصريين خلف هذه الحركة، فيعني كيف تفعل ذلك إذا كنت ترفض أن حتى أن تقبل نوع من التنازل إن صح التعبير فيما يتعلق بالتسمية؟ هذه شريحة ترفض هذا المسمى شئت أم أبيت، بغض النظر عن إيمانك بصدقيتها وشرعيتها. نعم نعلم ذلك. أنا قلت أريد أن أوحد المصريين، لأن مؤخرا أنت تعلمين والجميع يعلم تم إشاعة نوع من أنواع الطائفية، قد نتحدث تصريحات البابا السياسية أشعلت النيران في مصر، أنا أراها ذلك وأرى يعني أصلي ثورة 25 يناير ما شفناش كنائس اتحرقت. اللي حصل إن رامي ده كلامك في 14/9/2013 على شاشة الجزيرة وكنت بتقوله من القاهرة، أنت ما زلت عند هذه التصريحات إن البابا هو من أشعل فتيل الطائفية في مصر؟ يا جماعة والله يعني الناس عارفة أنا قلت إيه وحافظين مواقفي. كويس يا رامي. طيب ماشي، وكل تصريح قلته الناس عارفاه، مش محتاجين اللي أنتوا بتعملوه ده. احنا ما بنعملش حاجة، احنا بنجيب لك كلامك اللي على الشاشة. أنتوا ليه مش عايزين تتكلموا في إدارة الإخوان؟ يا رامي ما انت رد على اسئلتي وانا سأتي، انت خلاص قلت لنا ان الاخوان دول يعني هم شر القوم، تمام وصلت، لكن انت قلت في 14/9/2013 ان ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري، انت لسه عند كلامك يا رامي ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري وان البابا مسؤول عن الطائفيه في مصر؟ لا 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 لا, 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 لا الاخوان لم يكن حكم الاخوان هو الانسب لمصر، لا في 2013 ولا هيبقى النهارده. الاخوان اسوأ من النظام الحالي يعني. يا سيدي ماشي خلاص، هو انقلاب كان انقلاب عسكري ودلوقتي مش انقلاب يعني، وانه والله في مشاكل كثيره في مصر، وانه النظام الحالي نظام يقتش ونظام، انا بقول لك الاخوان اسوأ 100,000 مره من اي نظام انت تتخيله. كويس. لانه ما حدث معك هو كل الانتهاكات اللي ممكن تتخيلها. انا ما اتحدثتش في مصر، في النهايه انا لما جيت مصر لم يعاملني احد بشكل سيء. لا انت اتحبست في مصر يا رامي، اسمعني يا رامي، منذ عامين لم يضغط علي احد. يا رامي في النهايه انت تم احتجازك في تركيا، ليه كل ده يا رامي؟ انت حبست في مصر منذ عامين. اقول يا جماعه انا بيتم التلطشط عليا يا رامي. اسمعني يا رامي لو سمحت، انت من سنتين قلت ان انت اتحبست في مصر بسبب مواقفك من النظام المصري، النظام ساعتها او بعد من النظام قال انت اتحبست في قضيه اتجار في المخدرات، فانت اتحبست عشان المخدرات ولا عشان المعارضه؟ انا على فكره انا بتكلم في نقطه، مش احنا انا سايب، انا الجزء الاولاني من الحوار كله سايبك وسايبكم عاملين تجيبوا فيديوهات من 2010 و2011 يا رامي، ما ده طبيعي لانه انا كان الحديث بتاعي وقلنا هنتكلم عن اللي حصل. يا سيد رامي انت
ما تحدثتش عن. طب ممكن ترد على سؤالي وساترك لك المجال تتحدث يعني عما تريد يا رامي لو سمحت. انت ماسكين في تصريحات وليه رمضان انطلب سايبين الموضوع ده. هجيله يا رامي صدقني سآتي لهذا هذه النقطة. اسمعني لو سمحت يا رامي. اسمعني يا رامي. حضرتك بتقولي اللي أنت ما اتحبستش في مصر. منذ حوالي سنتين حضرتك حبست على ذمة إحدى القضايا. لا أنا بتكلم يا رامي. أنا بتكلم ما اتحبستش يعني أنا بتكلم في الشهر اللي فات ده الشهرين اللي انا فاهم قصد حضرتك والله فاهم قصد حضرتك. القضيه اللي انت اتحبست فيها انت سنتين بتقدم برنامج والبرنامج معارض والبرنامج كويس اديكم جبتوا اجزاء من مقاطع ليا في فيديوهات قبل كده. البرنامج كان قاسي جدا وكانت معارضه قاسيه جدا كويس يا رامي. توجه الى النظام في مصر رغم عن ذلك ورغم عن يعني في كلام من اللي فات بنتكلم على اخر سنتين بالذات يا رامي انت مش عايز ترد عن اسئلتي يا رامي انت تتهرب يا رامي من الاسئله يا رامي بكل وطرحت بتصريحات يعني انا اظن انه اي نظام في الدنيا كان لازم يحاسبك. طيب يا رامي انت اتحبست من سنتين هل بسبب مواقفك من من النظام يا رامي في مصر ومحدش وبعدين يا رامي اسمعني بتقولي هو حد وعدك بوظيفه يعني شوف برضو انت اللي في دماغك او اللي ده مش اللي في دماغي ده اللي بيتقال على وسائل التواصل الاجتماعي انت مش عايز تسمع وبتقوله موضوع لا له علاقه لا بوظيفه ولا مش وظيفه. وظيفه ايه؟ كويس خلصت كلامك. وجهه نظر سياسيه ورؤيه انت والله تم الاساءه لك بشده خدت الموقف ده وبلورته على كويس انه جميل. والله ان الناس دي تكون مظلومين مستحيل الناس دي كويس يا رامي بيقولوا ان هم يكونوا مبني عليهم وفي نفس الوقت بيقهروا شخص كويس عشان رايح يبلغ. انا عايز بس طب ممكن تسمعني ممكن اسالك اصل هو الحوار بيبقى حوارا ما نتناقش. اسمعني يا رامي لو سمحت انا مش لا انا مش هسمع من حضرتك حاجه غير ما ترد على اسئلتي. انا رايح ابلغ يا رامي اقدم بلاغ في الشرطه اقول يا جماعه انا بيحصل ضدي انتهاكات انا رايح اقدم بلاغ تتم اعتقالي. كويس حضرتك كويس. مدرك للحظه طيب. ده جميل يعني جميل يعني جميل سناتي لهذه النقطه لكن اسمح لي انت اتحبست من سنتين في مصر بسبب مواقفك من النظام ولا بسبب ما جاء في القضيه ان هو اتجار في المخدرات كما قالت تحقيقات الشرطه المصريه؟ رامي بسالك انت اتحبست من سنتين في مصر بسبب مواقفك من النظام او كما جاء في تحقيقات الشرطه بسبب الاتجار في المخدرات؟ يبدو اني رامي جان لا يستمع الي مره اخرى. يا رامي انا شايف صورتك موجود معانا. هل حبست من سنتين في مصر بسبب مواقفك من النظام كما ذكرت أنت آنذاك ولا بسبب ما جاء في تحقيقات الشرطة الإتجار في المخدرات؟ رامي سؤالي مرة أخرى لو كنت تستمع إلي، ما السبب الذي دعا لحبسك منذ عامين في مصر؟ هل مواقفك من النظام آنذاك ولا بسبب ما جاء في تحقيقات الشرطة الإتجار في المخدرات؟ سمعني يا رامي؟ طيب يعني يبدو ان الاستاذ طب يتكلم تمام رامي انا بسالك لو سمعني يعني شاور لي ولا اي حاجه قول لي بس اللي انت سامعني يعني لو هز راسك سامعني يا رامي. انا سامع جميل جدا يا رامي. انا بسالك انت من سنتين اتحبست في مصر بسبب مواقفك ضد النظام ولا بسبب ما جاء في تحقيقات الشرطه الاتجار في المخدرات؟ لا الاعتقال في ذلك التوقيت انا قلت انه الموضوع كان كيدي ان الموضوع لا اساس له من الصحه وحتى انت تم تبرئتك في النهايه من المحكمه وكان كيدي من مين يا رامي؟ كان منهم الاستاذ منتصر الزيات وكان منهم غيرهم من الناس واطلع على القضيه لا علاقه لها. قلنا ان القضيه في ذلك التوقيت كانت قضيه كيديه وانا مستمر في ذلك يعني مستمر على حديثي وارجع للورق بتاع القضيه. كويس انت بتقول ان هو كان حبس كيدي. من كاد ضدك يا رامي؟ من الذي كاد ضدك في هذه القضيه؟ مين اللي لفق لك القضيه؟ والله انت في ذلك التوقيت
كنت يعني حتى الموقف اللي انت تم اعتقالك فيه، انت كنت راجع من رابعه، يعني حتى ده كان مذكور برضه في اوراق القضيه، ان انت كنت راجع من مدينه نصر وحصل اللي حصل لك. يا سيدي الفاضل، انت ليه ماسك في مواضيع فرعيه وسايب الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه اصلا؟ طب انت موجود معايا علشان ترد على الانتقادات الموجهه ليك يا رامي. ليه اتغيرت يا رامي؟ ليه اتغيرت؟ هو ده السؤال الاساسي والرئيسي. بلاش تقعد تتكلم في تفاصيل. طيب خلينا نسال يا رامي. كويس كويس كويس، انا هروح معاك لان البعض شايف اللي انت يا رامي البعض شايف ان انت اتغيرت بسبب ببساطه شديده عايز ترجع مصر، فعملت كل الموضوع ده عشان ترجع مصر عشان ما تتحبس بس. اوكي حلو قوي حلو قوي. مبدئيا انا تواصلت قبل ما اجي مع الاستاذ وائل ابراشي، قبل ما اجي على مصر الاستاذ وائل قال لي يا رامي انت ما فيش اي حاجه قضائيه عليك، انت ما فيش اي مشاكل عليك، إذا أردت العودة إلى مصر ارجع ومفيش أي مساءلة أمنية. ودي الحقيقة. ممكن حضرتك تكلم وائل إبراشي دلوقتي وتسأله. أنا ما كانش قضية، ما كانش عليا أي حاجة قضائية. يعلم ربنا إن أنا بقول الحقيقة ولا بكذب ولا بزود. الحقيقة إن أنت ما كانش عليك أي مشكلة، أنا ما اتفعلتش ده. اللي حصل إن أنا اتظلمت، أنا مجني عليه. أنتوا ليه مش مقتنعين إن أنا مجني عليه؟ يعني انت مجني عليك يا رامي، لكن المجني عليه ما بيغيرش. والله العظيم مجني عليه. كويس يا رامي، انا ما بنا... خلاص انا مصدقك يا رامي. ممكن تسمعني بس اكمل الفكره. البعض شكك في رامي جان وقال انه رامي جان قال انه رامي جان مزروع من الامن، و تنصت على غرفتي، تم التنصت على البيت اللي انا ساكن فيه. ولما انا كشفت الموضوع ده وهددت ان انا اروح ابلغ، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه رسائل تهديد بالقتل، والله العظيم ثلاثه انا نشرتها على تويتر، هنقتلك. وقلت لي مين اللي هددك بالقتل يا رب؟ سمعتك صاحب الشقه، صاحب الشقه، صاحب الشقه ده تركي. سمعتك اذا ذهبت الى مركز الشرطه، هنقتلك اذا رحت بلغت البوليس. انت جئت في سلام فارحل في سلام، والله العظيم ثلاثه لا بزلت كلمه ولا برقص كلمه. انا مجني عليه، انا مجني عليه. ما تحولوش مجني عليه لجاني او لجامل. الشرطه لانه ايه الحقيقه ده اللي حصل. انا تم حصلت انتهاكات ضدي، ولما حبيت اعلن الانتهاكات دي للعلن تم تهديدي وقال لك هنشوهك وهنعنسيك وهنسوي، والرسائل موجوده. كويس كويس، انا مصدق ده كله يا رامي، انا مصدقك. تمام، جميل جميل يا رامي. في احد الرسائل جميل بقول له مين اللي خلاك تعمل كده؟ مين اللي قال لك تعمل كده؟ هل هم الاخوان المسلمون؟ هل هو دكتور ايمن نور؟ راح قايل لي ايه؟ رد عليا في الرساله قال لي نحن ذهبنا سويا وي جو توجذر، ريمبر دي ريمبر وي جو توجذر. هو كان يقصد قناه الشرق لانه مره جه معايا القناه. والله العظيم ده اللي حصل. انا على حد علمي ان معظم الاتراك لا يتحدثون عموما اللي انا فاهمه ان معظم الاتراك خصوصا يعني لا يتحدثون الانجليزيه، لكن على اي حال يا رامي. نعم. سؤالي الاخير ليك عشان نختم هذا النقاش. انت دلوقتي يبدو ان انت تعرضت لتجربه مريره زي ما بتقول من قبل الاخوان المسلمين، هل التجربه المريره دي تخليك تغير من قناعاتك اللي كنت بتدافع بيه عليها 5 سنوات؟ لا، انا كنت بدافع على انه ربما انا كانت افكاري في ذلك التوقيت انه الاخوان هم الانسب الى مصر، وانه التيار الاخوان هو الانسب الى مصر. لكن بعد ما انت مريت بالتجربه دي وعشت وقربت من الجماعه واشتغلت معاهم في تركيا، يعني انا مش عايز برضه شخصنه في الاخوان، لكن خلينا نقول طيار تركيا، طيار بتاع تركيا. بعد ما قربت منهم وبعد ما اشتغلت معاهم ادركت انه الظلم في ظلم واقع كبير قوي، ما ينفعش يبقى تقول ان انت مقهور ومظلوم. كويس. تروح تقهر ناس تانيين وتقهر شباب صغير وتقهر ناس عاملين معاك لمجرد ان انت اقوى او لمجرد ان انت صوتك مسموع. شكرا جزيلا. لمجرد ان انت اي حاجه هتقولها الناس هتصدقك وهتؤمن بما تقول. ف
فأنت أنت وضحت الفكرة، أنت هربت من ظلم الإخوان إلى ظلم آخر كنت تتحدث عنه سابقا، وهو ظلم الدولة أو النظام في مصر وظلم عبد الفتاح السيسي. يعني هكذا يرى البعض هذا. تتحدث عن ذلك الظلم سابقا، لكن أنا أدركت أنه النظام الحالي بيحكم 100 مليون الإخوان أو التيار بتاع تركيا. إحنا هناك يعني هي مفاجأة يا رامي أن أنت عرفت أن النظام بيحكم 100 مليون، دي مش مفاجأة، يعني دي مش معلومة جديدة، ما كنتش عارفها من 5 سنوات. شكرا جزيلا رامي جان الناشط الإعلامي والسياسي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نختتم المسائية بما كشفه مصدر مقرب من النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن أن أبو تريكة سيعود إلى بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال صحفي علاء عزت في تدوينة له على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال إن أبو تريكة قرر العودة لقضاء بعض الوقت في وطنه قبل أن يحسم مستقبله مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس والتي يعمل محللا فيها. وكانت نيابة النقد قد أوصت مجددا بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسم اللاعب في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وهو الأمر الذي احتفل به أبو تريكة في حينه. وأعلن عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عودته قريبا إلى وطنه. مشاهدينا، بهذا الخبر عن النجم ولاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة نكون قد وصلنا إلى نهاية المسائية. في أمان الله.